التاسع وميشانيكا، ولكن احنا واصلنا قبل فترة 3 و 4 أشهر تبع الفرقة الأولى مدرع، ولازلنا مواصلين في قيادة الفرقة الأولى مدرع. في سبب مجيئي إلى هذا المكان الحقيقة أن احنا كنا من السباقين الأوفياء للقيادة، وحصلت المشاكل الأولى في 94 وخذناها في المناطق الوسطى وخذناها في منتهى الأمر في صعدة، تقاتلنا احنا وناس وأشخاص معينين ونعرفهم. ففجأة وبكل أمانة وبكل صراحة وبكل شفافية وجدناهم في ساحة التغيير، ووجدنا أنفسنا إن إحنا حراسة عليهم، فكانت النتيجة والقناعة التامة على إن ها هنا بيع وشراء بالشرعية الدستورية، وإن هنا خيانة عظمى لا يرضى بها الله ولا رسوله. فنظرنا إلى قول الله تعالى أطيعوا الله ورسوله أولي الأمر منكم، وإلى قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، فإن الوطن أمانة في أعناقنا، ولا بد أن نخلص لله ولا القيادة وإخلاصا تاما، وإحنا مسؤولين أمام الله ورسوله عن أي التفاف أو أي خيانة على الشرعية الدستورية، وإحنا لسنا ممثلين أو مجندين لجنة معينة أو أشخاص معينة أو قيادة معينة. فما وجدنا إن القيادة الممثلة للفرقة والمنطقة الشمالية الغربية بدها في مقدمة الصف، وهناك حوثيين نعرفهم لا زالوا في ساحة التغيير، فوجدنا أنفسنا إن إحنا حراسة تبعهم، فما اضطرينا إلى أن ننسحب ونعلن ولاءنا بعد الله عز وجل للشرعية الدستورية، وإحنا حماة لها، وإن المؤسسة العسكرية لا تنحاز ولأي حزب ولا لأي فئة، إنما تستلقي أوامرها من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة ممثلة بالقيادة على القوات المسلحة في خدمة الوطن وأمنه واستقراره.